يساهم الشمول المالي في تحقيق النمو الاقتصادي، خاصة وأنه يسمح للأفراد والشركات الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية بأسعار تناسب الجميع من خلال استعمال وسائل الدفع الإلكتروني. هو ما أكده خبراء خلال يوم دراسي حول التمويل الرقمي في الجزائر. تحسب روحها ما تقدرش تلحق لابونك، ما تحل حساب بنكي، وهذا يخلينا نديروا ان بيلو على الدفع الالكتروني. اليوم نشوفوا بلي البطاقه تستعملوها كثيرا على السحب مش الدفع، وهنا رانا حنا نخدموا على كيف يعني تطوير الدفع الالكتروني، تطوير يعني شبكه يعني الكوميرسان اللي يقبلوا لا كارت الكترونيك. رفع مؤشرات الشمول المالي مرتبط بشكل أساسي برقمنة قطاع الخدمات المالية وتعميم استخدام الدفع الإلكتروني الذي لم يصل بعد إلى المستويات المطلوبة لعدة أسباب. في عراقيل لا يوجد مساعدة d'interconnection de paiement، وكان الناس اللي تخاف من الأسبي فيسكال، يعني كان سوق الموازية في الجزائر اللي هي نصف من المشكل، وكاين نصف الاخر كاين مشاكل يعني قانونيه، وكاين مشاكل تاع انفراستركتور. اصلاح وتحديث النظام المصرفي هو ما تسعى اليه الحكومه لتحقيق النمو الاقتصادي، ما جعلها تتجه للسعي نحو تحقيق الشمول المالي من خلال زيادة مشاركة المؤسسات المالية في تقديم خدمات رقمية شاملة.